بعدنا مشاهدينا متابعين حلقتنا لليوم من بتحلى الحياة، وهلأ بيصيرنا نرحب بالسيدة نادين شهاب. أهلا وسهلا فيك نادين معنا بفتحلى الحياة. نادين، معك اليوم رح نحكي عن نهار مميز رح بتنظموه تحديدا جمعيتكم، جمعية أجيالنا، بخمس حزيران بحديقة الصنايع. طبعا هيدا نهار ترفيهي كل الناس فيهم يستفيدوا من هيدا نهار، وتفاصيل هيدا نهار رح نتعرف أكثر معك تحديدا. خبرينا أكثر عن هيدا نهار، ليه قررتوا بخمس حزيران تنظموا هيدي الحفل والحدث؟ احنا بصراحة في عنا كتير بأجيالنا بروجيكت. بروجيكت الأساسي عنا أطلقني تقريبا من سنة اسمه الهوتلاين. هيدا الهوتلاين هو بتتلقي على خط ساخن، بتتلقي عليه اتصالات، وهيدي الاتصالات بتجي لحالات مرضية أو عمليات أو فحوصات لازمة ضرورية. بندرس الحالة، وطبعا بطبيعة الحال ب 24 ساعة بنكون ردينا خبر، وعلى حسب الحالة بتتم المساعدة. إذا في عمليات، العمليات بتتسكر من خلال فرق وزارة، فرق ضمان، أو أمرار بنضطر رحنا نتكلف بكافة التكلفة إذا الحالة كتير يعني ملحة وطارئة. ملحة طبعا. فلنعمل فند ريزنج لهيدا الهوت لاين بروجكت، قررنا نستذكر ايام بيروت القديمه من خلال رمزيه جنينه الصنايع. بتعرفوا انه هيدي جنينه قديمه، ورجعنا هلا بلديه بيروت مع ازاديا افتتحوها، فحبينا نرجع نستذكر هالايام الحلوه من خلال نهار بالصنايع. هيدا حيكون يتخللوا كرمس للاولاد، طبيعي العائله بتكون كلها متواجده. حيكون في إذا بدك دكانة أبو فؤاد اللي فيها مشروب قديم، المأكولات القديمة، في عندك صندوق الفرجي اللي كنا نتفرج عليه نحن وصغار. حيكون عندك كل شيء نوستالجي يعني إذا بدك عن بيروت. في بوث للتصوير، بيكون الولد بيلبس كوستيوم شروال مع طربوش مع أشياء مهضومة هيك إلى علاقة بالقديم. عنا ألعاب كرمس، عنا من خلال الألعاب بنستذكر شوية، يعني عنا لكل العائلة، يعني عندكم بتدعوا الأطفال، بتدعوا كل شيء حتى للعائلة. في مثلا محل بتاخد العائلة سمول أريا، بتروح تعمل بيكنيك، بنعطيها شرشف سمول باسكت، بتعبي من الفود كورت الأكل اللي بتحبه، بتقعد بالزاوية بتعمل قعدتها مع العائلة تبعيتها. اتس فان يعني. حيكون ترفيهي لكل العائلة. حيتخللوا شوز، هدول الشوز كمان حيكونوا بابل شو، بابت شو، دبكة شو، كيمستري شو، كريزي بروفيسور شوز. حيكون في العاب لكل الاعمار، حتى للتين ايجرز. في عندك النقيفات، عندك الارشري، هدول القوس بالسهم، كلها اللي نحن يعني ما بقى نشوفها يعني. إيه، كل شيء قديم نحن عم نستذكره بهيدا النهار، فحيكون مميز. في بطاقات بتشتريها على الباب ب 20,000 الكارت، او في عنا بمركزنا باجيالنا بطاقات بعد. العشرين ألف بيخولون يلعبوا ويقضوا كلها. في كوبونات بالعشرين ألف بيطلع لهم كوبونات بيلعبوا فيها. في كتير ألعاب أو شويات حتكون أساساً فور فري. وبالكوبونز اللي بيطلع اللي بياخدوها بالعشرين ألف فيهم يلعبوا. وعندك الفود كورت مفتوحة كمان، بيقدروا يأكلوا ويشربوا على حسب هنن طلبهم. بطبيعة الحال هيدا الإيفنت كتير رحنا يعني حابين نعمله، لأنه عادة منروح على كيرمسز بس ما بحياتنا هيك رحنا على شيء قديم بذكرنا بألعابنا رحنا وصغار القديمة، فقلنا أنه شيء جديد حيكون إن شاء الله. بالوقت نفسه هيك منكون كمان عم برك نعرف أولادنا على جنينة الصنايع ورمزيتها، وقدي كانوا أهلينا ينزلوا من زمان يعني. بتذكر أنا كنا كتير ننزل عليها، هلأ إن شاء الله يعني يكون إيفنت ناجح. كيف تدعى الناس لحتى يشاركوا بكثافة بهيدا النهار؟ رحنا يعني من خلالكم عم نعمل دعايات سوشيال ميديا على الانستغرام والفيسبوك تبعنا، وعنا بالمركز بأجيالنا في عنا البطاقات إذا بحب حدا يروح يشتريها من هنيك. وبالشوب عنا بأجيالنا ببيروت سوق كمان عم نعرض، عم نحط بطاقات للبيع للي بحب. حلوة كتير الفكرة. صحيح. Thank you. نادين شهاب من جمعية أجيالنا، نحن بدنا نشكر حضورك معنا بتحلى الحياة، وطبعاً نتمنى لكم كل التوفيق بنهاركم الترفيهي المميز اللي برجع بذكر رح بيكون بخمسة حزيران بجنينة الصنايع من 11 للسبعة، فإذا يكونوا كتار الدعوة عامة للكل. ميرسي. شكراً لك.